بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة اليوم هنتكلم عن 6 مشاكل تواجه الاستثمار في عجول التسمين أو الربح من عجول التسمين. هنقول أسباب المشاكل دي إيه وطرق الحل إيه. هنتكلم عن فقدان الشهية للعجول بعد التحصينات، هنتكلم عن خلط السلاج أيهما أفضل، أنك تخلط السلاج بالعلف ولا التبن بالعلف، ولا تخلط السلاج والتبن والعلف معا، يعني تخلط السلاج فقط ولا تخلط السلاج والتبن سلاج وعلف، ولا تبن وعلف، ولا سلاج وتبن وعلف. تمام، هنتكلم عن بعدها على نزول نزول الذرة او الفول البلدي اثر ليهم في الروس بتاع العجول. هنتكلم عن السبب بتاعه ايه وازاي اتعالجه ازاي، تمام، عشان ترفع من نسبة الربح من تسمين العجول. هنتكلم عن شهية العجول، العجل بتاعه كانت شهيته عالية وفجأة شهيته قلت، هتعمل معاه ايه؟ تمام، او لو العجل بتاعك بياكل كويس وشهيته عاليه بس ضعيف التحويل، ازاي تتعامل معاه. هنتكلم عن ضعف التحويل في الشتاء. الناس كلها كل اي واحد مربي يجي يقول لك العجول ما بتحولش في الشتاء. هنتكلم عن اسبابها ايه وازاي تخلي تحويل الشتاء زي تحويل الصيف وتاخد اعلى نسب تحويل. تعالوا كده نتناقش مع بعض في المشكلة الاولى، وهي فقدان الشهية بعد التحصينات. لابد يا جماعة قبل اي تحصين او تنفيذ اي تحصين من التحصينات، لابد من اول حاجة التأكد من خلو العجول من اي امراض جلدية، تمام؟ ثاني حاجة التأكد من خلو العجول من اي امراض فيروسية. يعني انت حضرتك ما ينفعش تروح تحصن العجول من الجلد العقدي ويكون اصلا عندك فيروس الجلد العقدي وانت يكون عندك فيروس حمى قلعية، تمام؟ لازم قبل ما انت مربي وتعرف تدي علاج وتدي تحصينات، تمام، بس التحصينات عامة، التحصينات انت بتدخل فيروس العجل. ازاي تدخل فيروس العجل وانت مش متأكد ان العجل ده سليم؟ يعني العجل مثلا يكون عنده حمى طفيلة دم وتروح انت تديله فيروس، تديله فيروس تحصين عد فيروس تحصين للحمى القلعية، طبعا ما ينفعش، المناعة بتاعت العجل مش هتستحمل، فهتضرب المناعة تنزل والمرض يظهر معاك خلال يوم او يومين او ثلاثة. فانت عشان تتفادى ده ايه، اول حاجة انك تتأكد من ان العجول دي عجول سليمة خالية من اي امراض جلدية او فيروسية، تمام، او انك انت التحصينات تديها تحت الاشراف الطبي. وانا افضل ان التحصين ان ممكن العجل بتاعك يكون عنده حمى طفيلة دم او حمى قلعية او جلد عقدي او حمى الثلاث ايام او حمى الوادي المتصدع، ممكن يكون عنده العجل بس مناعة العجل عالية مخلى العجل مقاوم المرض، فما ظهرش قدامك ان العجل بيقاوم مرض، بياكل كويس والتمام التمام، بس هو بيقاوم مرض. لما انت تيجي تحقنه مناعته نازله والمرض يظهر فجأة. فأفضل شيء انك انت تدي تخلي الدكتور هو اللي يعمل لك عملية التحصين من الامراض، سواء حمى قلعية او الجلد العقدي او حمى ثلاث ايام، اي تحصين من التحصينات يفضل انه يكون تحت اشراف الطبيب. طيب تتعامل معها ازاي في حالة ان المشكلة نشبت او المشكلة يعني حصلت معاك؟ الدكتور انت عطيت التحصينات والعجل كان متصاب بمرض اخر وظهرت الاعراض عليه، زي انت ممكن تكون عادي تحصين جلد عقدي والعجل اصلا كان عنده حمى قلعية فبدأت الاثار تظهر عليه، الريالة اثر في الرجلين، يعني اثار المرض بدأت تظهر عليه على العجل. تتعامل ازاي معه؟ عند اي مرض فيروسي يتم عزل العجل المصاب او العجول المصابة اول حاجة، يبقى اول حاجة يتم عزل العجول
دي اول خطوه انت بتاخدها. ليه؟ لانك انت لو سبت العجول دي متواجده في الملعب او في الحوش هيتم اصابه العجول باقي العجول، وتبقى الخسائر بدل من الخسائر في عجل واحد تنتشر في 10 في 20 في 30. لا، انت اول خطوه تاخدها في ظهور المرض انك انت تتم عمليه العزل. ويفضل في اول 3 ايام بعد التحصين انك انت تراعي العجول، والعجول تبقى تحت عينك، تراعي العجول وان العجول تكون تحت نظرك في الثلاث ايام دول. تمام؟ عند حدوث اي او ظهور اثر اي اعراض فيروسيه او اعراض مرضيه يتم عزل العجل اولا. تمام؟ وبعديها يتم عمليه التدخل الطبي. طيب تعال نتكلم عن المشكله الثانيه، وهي ايهما افضل، انك تخلط السلاج مع العلف او التبن مع العلف، ام تخلط السلاج والتبن والعلف الثلاثه معا؟ تمام يا جماعه، يعني لكل مرحله ولها معايير واحنا متفقين على ذلك. يعني من كم شهر احنا كنا بنتجه للعشب وصلوا 500 و600 و700، كنا متفقين على ذلك. بعد غلو الاعلاف بيجي العجل اخره 350 وتبيعه وتشتري عجل ثاني وتبدا مرحله جديده. ليه؟ لان انت بتوكل تقعدش تديش العجل 8 كيلو علف، 8 كيلو علف اللي هتديهم للعجل، لا ده انا اجيب اربع عجول صغيرين ياكلوا 8 كيلو علف. فاذا لكل مرحله معايير. طب احنا هنتكلم عن العلف مع السلاج، ولا العلف مع التبن، ولا العلف مع السلاج والتبن معا. طيب احنا عندنا انواع مختلفه من العجل، عندنا العجل الخليط، وعندنا العجل البلدي، وعندنا العجل المستورد. طيب العجل بياكل 2.5% من وزنه، العجل اللي بياكل ب 2.5% من وزنه علف مركز يفضل استخدام التبن معاه. يعني لو جيت عند العجل الخليط والعجل البلدي اخرهم ياكل 2.5% من وزنه، ده شهيته مش عاليه قوي زي العجل المستورد. العجل المستورد ياكل 2.5% وياكل تاني زي الابقار المستورده، البقر المستورد بياكل 12 كيلو علف في اليوم و12 كيلو سلاج وحوالي 15 كيلو برسيم، فبياكل كميات كبيره، بياكل كميات كبيرة، وقوة الكرش بتستعب كميات كبيرة، أما العجل البلدي والخليط ما يستعبش الكميات دي. ففي حالة الخليط والبلدي يفضل العلف مع التبن. طب في حالة المستورد السلاج مع العلف. السلاج معايا العلف. طيب يعني معنى ذلك إن خلط التبن والسلاج والعلف معا غلط؟ لا مش غلط، بس هديكم ملحوظة بسيطة. انت العلفة بتاعتك مكونة من ايه؟ من ذرة، نسبة ذرة اللي هي نسبة الطاقة، بروتين، نسبة بروتين، نسبة الياف، وانت ظبط العلفة على ذلك انها علفة 16% مظبوطة في الطاقة وفي البروتين وفي الالياف. جيت انت رحت موكل سلاج، السلاج ده مش فيه نسبة ذرة، مش فيه نسبة الطاقة اللي هي الذرة، وفي نسبة البروتين، يعني السلاج فيه بروتين وفيه ذرة. اذا النسبة الكلية للعلفة اختلفت. ما تيجيش تقول لي دي العلفه دي بيجي قاعده 16%، لا ما قاعداش العلفه دي 16%، انت بتاكل علفه مثلا 18%. اختلفت باقي كده لان انت دخلت السلاج ويحتوي على بروتين ويحتوي على طاقه، بروتين وطاقه، فاذا النسبه الكليه في العلفه اختلفت، النسبه الكليه في العلفه اختلفت. فافضل حاجه في حاله العجول الخليط او على فكره انا استخدمت السلاج وعارف مميزاته وعارف عيوبه كويس، واستخدمته مع العجول الخليط وشفت التحويل بتاعه، يعني شفت الامور دي، انا بتكلم على علم ودراسه. تمام؟ ما بتكلمش من فراغ، بتكلم فراغ. افضل شيء للعجول الخليط والمستورد هو التبن على العلف، اعلاف المركزه. وافضل شيء للعجول المستورده هو السلاج معايا مع العلف. تمام؟ ده قصه السلاج مع العلف. تعالوا بعديها نتكلم على نزول الذره او اثر في الروس للذره والفول البلدي. ايه اسباب وجود اثر للفول والذرة في الروس؟ اسبابهم ايه؟ اكيد ايه الاسباب بتاعته؟ اول سبب
عدم دش المواد العلفية جيدا. يعني أنت تروح تدش الفول أو تدش الذرة حبوب ضخمة كده يعني تقسمك حتتين ثلاثة، فدي كبيرة تمام، فبتبقى في صعوبة في هضم الكرش للعجل، في صعوبة في الكرش بتاعه في هضم المواد دي. فأنت بتلاقي في الروس أثر للفول، أثر للذرة، ويبقى أثر كبير، تلاقيها حتى ما تلاقيهاش حتة صغيرة، تلاقيها حتة كبيرة. هو خد الفول أو الذرة الناعم وساب لك الحباية أو الجزئية الكبير. ففي أفضل، دي أفضل حاجة اللي هي في حاجتين، انك انت تنعم الفول والذرة كويس ثم تدشهم دش كويس ثم تخلطهم على العلفة، او انك تقدم فاتح شهية، انك تستخدم فاتح ترفع كفاءة الكرش للعجول، كفاءة الكرش ترفعها للعجول، ترفعها من خلالها انك تدي فاتح شهية كويس يخلي كفاءة الكرش تشتغل، او استخدام الخميرة والعسل. يعني استخدام الخميرة والعسل بيقلل نسبة اثر الفول والذرة في الروس تمام، او استخدام فاتح الشهية. طب تعالوا بعد كده نتكلم على ضعف التحويل في الشتاء، ودي مشكله بتواجه كل المربيين عندنا في الصعيد هنا. بنقوله او حكمه كده او مثلا بنقول اكل الشتاء كله ما بيظهرش غير في مشير. اكل الشتاء كله يعني العجل ياكل الشتاء كله والاكل بتاعه ما يظهرش غير في مشير، دي ليس لها اساس من الصحه، ليس لها اساس من الصحه. بمعنى ايه؟ ان في الشتاء العجل بيبقى متعرض لدرجه بروده عاليه، فهو بياخد جزء كبير من الاكل اللي كله بيحوله الى تدفئه عشان يدفي نفسه، بيدفي نفسه بنفسه تمام. فانت في اذا هادر كميه هادر كبيره من الاكل اللي انت بتقدمه العجل ما خدش الغذاء الكامل، ده بالعكس خد جزء كبير من الغذاء اللي انت مقدمه حوله الى تدفئه عشان يدفي نفسه. طب نحلها ازاي؟ اول حاجه توفير التدفئه الكامله للعجول في الشتاء، انك انت تدفي العجل كويس تمام. طب ده حل. طب الحل الثاني انك انت تضيف نص كيلو ذره يوميا للعجل. تعال كده جربها في الشتاء كده وجربها على عجل واحد، ما اقولك جربها على الكل. اوزن العجل مثلا طلع معك مثلا 150، وضيف له خلال ال 30 يوم نص كيلو ذره اصفر او ابيض لمده 30 يوم، وتعالى قيسه بعد اوزنه ثاني بعد ال 30 يوم واعرف معدل التحويل بتاعه قد ايه. بس تكون انت قبليها عارف معدل التحويل، على سبيل المثال معدل التحويل في العجل 50 كيلو، ده في الصيف يعني قبل ما يخش الشتاء، معدل التحويل في الشهر مثلا 50 كيلو. جيت انت في الشتاء وزنته لقيته قال له الى 35 كيلو. طب ضيف نص الكيلو بتاع الذره كده وشوف التحويل هيحصل ايه. التحويل انت بتضيف نص كيلو ذره، خلي بالك ليه قلت ذره ما قلتش بروتين ولا قلتش الياف، لان الذره فيه طاقه، فالنص كيلو اللي انت هتوفره له هياخده هو هيحوله الى تدفئه نفسه، وكده انت ما اثرتش على اصل العلفه اللي انت مقدمها له تمام. يبقى التدفئه او نص كيلو الذره تمام. تعالوا بعد كده نتكلم عن مشكله ان العجول بتاعتك، ودي ناس كتير كلمتني فيها والله، ناس يعني انا بتكلم معاكم على بعض المشاكل اللي انا واجهتني وانا لقيت لها حلول، وبعض المشاكل اللي برضك اللي واجهت الناس وبرضك مع الناس لقيت لها حلول. واللي يا جماعه رقمي موجود، واللي عايز اي حاجه موجود. هنتكلم عن ان شاء الله بس نخلص الجزئيه الاخيره، وهي ان العجول معاك، العجول كان بتاكل كويس، تاكل علفتها كويس وبتاكل دريس وبتاكل برسيم والتمام التمام، بس نسبه التحويل بتاعه العجل ما باينش عليه اكل، العجل ما باينش عليه اكل خالص. طيب ايه السبب؟ السبب بعض الامور. اول حاجه واهم حاجه العلفه الملح، زيادة العلف، زيادة والنقصان في العلفة المالئة اللي هو التبن يضرب التحويل، يدمر العلفة المركزة. طب الحل ايه؟ انك انت تحسب العلفة المالئة كويس، تيجي الصبح عندك 10 عجول، يبقى تحط 10 كيلو تبن وتحط العلف بتاعه، تمر بعد ساعة ساعتين لقيت العجول لو هي طليقة مخلصة العلف، يبقى بعد كده ما تحطش لكل عجل كيلو أو كيلو تبن، لا تحط لكل عجل كيلو ونص تبن. طب لو مربوطة تلاحظ العجول
اللي خلصت العلف بتاعها خلال ساعتين تاني يوم تديها كيلو ونص، والعجول اللي ما خلصتش تستمر على انك تديها كيلو. يبقى انا يعني على سبيل المثال انا عندي العجل ده بياكل كيلو ونص دب، العجل ده بياكل كيلو ونص دب، الباقيين بياكلوا كيلو. مش شرط اللي يطبق على العجل في العلف في التبن يطبق على الباقي، لا، حسب شهية العجل انك تظبط العلفة المال. طيب تاني حاجة ايه؟ انك تقدم العلف المركز يحتوي على نسبة البروتين ونسبة البروتين والطاقة والالياف علفة مظبوطة. ما تروحش انت تجيب شوية ردة مع شوية شامي مع شوية ذرة او شامي وتقدمهم وتقول ده العجل ما بيحولش. اظبط علفتك، ما تهدرش فلوسك. انت ممكن تصرف كثير، انت ممكن تصرف مبالغ ضخمة بس العلفة بايظة، نسبة البروتين بتاعتها يعني ما عجل صغير، رحت اشتريت عجل 4 اشهر وتروح تديله ذرة وردة او نخالة بس، العجل الصغير محتاج بروتين. عارفين كده في مراحل العمر العجل الصغير بيحتاج بروتين عالي وطاقة اقل، وكل ما يكبر الطاقة تزيد والبروتين يقل. طب انت كده عكستها، لازم تعرف تحسب نسبة البروتين في الخلطة بتاعتك. وانا يا جماعة قلت لكم اتعلم كل حاجة بنفسك، انا عايز اعلمك، الهدف نستفيد من بعض. انا اقدم محتوى ان كل يستفاد منه، ولو في اخطاء انت تفيدني والباقيين يشاهدوها ويحكموا في خطأ ولا لا، وكل يستفيد وكل يعلق. انا عايزك تعلق وتتفاعل وتعمل لايك. ليه؟ انا عايز الفيديو ينتشر. ليه؟ عشان الكل يستفيد. الكل لو انت هتقع في الخطأ ده وبطل تقع فيه، الكل نسبة المشاهدين ترتفع، والكل ما يقعش في الخطأ ده. انا وقعت فيه وبقول لك ما تقعش فيه، انا حصل خطأ مني وبقول لك ما تقعش في الخطأ ده، تمام؟ فتزبط العلفة بتاعتك، اعمل علفتك على ايدك، بلاش الاعلاف الجاهزه لانها دوخيتي مع ارتفاع الاسعار بيضرب كتير. اعمل علفتك على ايدك، باللي عايز اي خلطه انا تحت امره. اظبط خلطتك، مثلا 16% تبقى 16%، 14% تبقى 14%، 18% تبقى 18%. اظبط العلفه اللي انت بتقدمها، واظبط العلفه المال، قسما بالله هتلاقي التحويل. ما فيش حاجه اسمها مشروع فاشل ولا غلو، ما فيش اي مشروع في الدنيا اسمه مشروع فاشل. الانسان وعقل الانسان هو من يحكم الفشل والنجاح. الفشل والنجاح ده سببه، ده سببه ايه؟ ده الاداره. ان في واحد ممكن يمسك شركه يديرها يحقق ارباح مهوله، وفي واحد يمسك نفس الشركه يحقق خسائر مهوله. فما فيش حاجه اسمها فشل. ما في ظل غلاء الاسعار، انت تعرف ان في ظل غلاء الاسعار ممكن تحقق ارباح اعلى باستخدامك البدائل. لو انت استخدمت بديل الذرة وبديل الردة وبديل البروتين، كده انت دخلت البدائل وبأرخص الأثمان، رخيصة في الثمن، يبقى كده حققت وعظمت الاستثمار في عجول التسمين او الربح من عجول التسمين. انت بدل ما كنت تكسب 6 تقدر تكسب 12. احنا كنا نكسب 6000 العجل لغاية 10، ممكن تكسب انت الضعف بقى. انك تستخدم البدائل، انك ما تخافش، تحاول تجرب، جرب، فكر، ابحث عن بدائل، ابحث عن اسعارها، شوف التوفير فين. انت يعني انت لو معك 10 عجول يا جماعه ووفرت في بديل واحد 500 جنيه، يعني موفرت 5000 جنيه، يعني مكسب ال 10 عجول انت كانك معك 11 عجل مش 10 بس. لازم نبحث عن نفكر ازاي وتقدم علفه ازاي المالقه صح، والعلف المركز تقدمه صح، هتلاقي تحويل معاك بيجري زي صاروخ. يعني ما ينفعش العجل مثلا يبقى 300 كيلو وانت بتدي له 4 كيلو علف، 300 كيلو ياكل 6 كيلو علف وانت بتدي له 4. طبعا مش هيحول معاك، هيحول ايه؟ ايه اللي هيحوله؟ ايه اللي هيحوله؟ في ضعف في التحويل. لازم العلف المركز يتاخد 2.5%، العلف المركز تتاخد 2.5% من وزن العجل. اتعلم قيس العجل بالشريط وكل فترة اوزنه، تمام؟ احنا قدمنا اتكلمنا عن هنتكلم على اخر حاجة، العجل بتاكل في التبن وتبقي العلف. طب يا جماعة سبب ان العجول تاكل في التبن وتبقي العلف، او تاكل في العلف وتبقي التبن، اسبابها دي كلها
يعني في الغالب بتبقى بعد الإصابة بالأمراض. يعني العشب بيبقى عندك اتصاب بالمرض، كفاءة الكرش قلت، بيجي ياكل نص علفته، ما بياكلش العلفة الكاملة. وإن شاء الله هنتكلم في الحلقة القادمة، هنتكلم عن مشاكل لو العجل امتنع خالص عن الأكل هتعمل إيه، لو العجل بياكل نص علفته هتعمل إيه، لو العجل مش هياكل في التبن هتعمل إيه، لو العجل مش بياكل في الدريس هتعمل إيه. يا ريت اللي استفاد بأي حاجة اعمل لايك، ده دعمك لينا، ادعمنا باللايك يا جماعة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.